السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته سيدنا. نعم. دلوقتي انا بشغل فلوس بتاعتي وفلوس بتاعتي حاجه زي كوكاكولا، بجيب منتج كوكاكولا بيبسي وببيعه وبكسب فيه ربح. والسؤال؟ هل دلوقتي في مشكله لو انا جبت المنتج ده وخزنته بسعر هو سعره رخيص انا بجيبه خزنه وبعد كده سعره يغلى ابيعه؟ طيب المشكله؟ هل ده في اي حرمانيه؟ لا، اصل الكوكاكولا مش الكوكاكولا ليست من الاقوات. الاحتكار يكون في الاقوات. الاحتكار يكون في الاقوات الاساسيه للناس. يعني مثلا رحت للقريه مثلا اشتريت 1000 طن رز وبدات اتحكم في السعر. هذا الاحتكار الذي يكره ويحرم. لكن مثلا جمعت الشيبسي الذي في السوق كله أو اللب، ليس في هذه الأشياء احتكار. الاحتكار في الأقوات والضروريات القصوى. يعني مثلا في دواء، مثلا دواء لعلاج السكر، مرضى السكر مثلا، ذهبت أنت للصيدليات وجمعت كل دواء مرضى السكر أضريت بهم. لكن مثلا في أشياء تانية، أشياء يعني خفيفة ليس لا تضر بعموم الناس. ليس سؤال صغير معلش، في كارت اسمه البريميوم ده بيساعدني على تقسيط منتجات من اي محل هم مشتركين معايا، بس الكارت دوت لما باجي اطبعه لازم امضي على عقد بيني وبينهم ان انا لو اتاخرت عن المده المسموح فيها في القسط بدفع غرامه، ادفع فلوس زياده. دعني اسال عنه. تمام يا سيدي، شكرا. سلام عليكم.